قداسة البابا سيزور دير بزمار البطريركي في ثاني يوم له في لبنان، فما هي أهمية هذا الدير ولماذا أدرج على برنامج الزيارة؟ تقرير هنادي رحمه. مئتان وسبعون عاماً ودير سيدة بزمار يجمع خلف جدرانه إيماناً مسيحياً عميقاً وحضارات مشرقية عريقة. هنا أسس البطريرك أبراهام بطرس أرتزيفيان الكرسي البطريركي للأرمن الكاثوليك، وهنا أيضاً تأسست جمعية كهنة بزمار البطريركية. 260 عاماً تستحق أن تبارك بزيارة البابا بنديكتوس السادس عشر في اليوم الثاني لزيارته المرتقبة إلى لبنان. يلي بارك هالتأسيس وعاتمت ما بقوله ثبت انتخاب أول بطرك أرمن كاثوليك هو البابا بنديكتوس الرابع عشر، فبوجود البابا هون بيكون هو عم يرجع يبارك بوجوده بحضوره هالدير بهالسنة 2012، مرور 500 سنة لظهور أول كتاب أرمني مطبوع، أول نسخة هي محل ما انطبع لأول مرة بالبندقية، وتاني نسخة موجودة بدير بزمار وبس. فلحنا لحتى نقدر يكون وجود البابا لنا مبارك أكتر رح نطلب منه يبارك تمثال عم يتم تشييده من البرونز بارتفاع 1.80 متر، عبارة عن تمثال حامل بإيده بكتاب مفتوح، هو كتاب صلوات تأملات، اسمه كتاب الأورباتاكير كتاب الجمعة. في هذه الباحة حيث الطوباوي إغناطيوس مالويون شهيد المجازر الأرمنية سيبارك البابا التمثال الجديد، ومن هنا سيمر ليعبر إلى إكليريكية الدير حيث يقام غداء على شرفه في هذه الصالة تحديدا يحضره البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان. لكن أهل دير بزمار يعرفون أن زيارة البابا لديرهم لن تستغرق أكثر من ساعة وعشر دقائق، فهل يعقل أن يغادر من دون رؤية معبد بزمار؟ لحنا عم نجرب نسعى أنه البابا كمان يفوت على معبد سيدة بزمار وينصلي مع بعضنا هناك ولو لنصف دقيقة، لأن هو جاي على معبد من كمان الصورة هي تقدمة أو مثل ما بقوله هدية من البابا بنديكتوس الرابع عشر لدير بزمار أم الحزينة، هي صورة عجائبية. في دير بزمار متحف يخضع حاليا للترميم يحوي ذخائر من صليب المسيح بالإضافة إلى أوان كنسية وأدوات كانت تستخدم في المناسبات الدينية، هذا إلى جانب مقتنيات حضارية مختلفة تعود إلى ما قبل الميلاد. بالقرب من المتحف مكتبة تحوي 90,000 كتاب قديم ومخطوطات بلغات مختلفة. في الدير أيضاً يقطف العنب ويصنع النبيذ، ما يجعل من دير بزمار مساحة واسعة تجمع تحت سقف واحد تاريخ ثقافة وإيمان وبعض من خير الأرض.